السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غنقدم لكم واحد الكيكات فرديين بواحد القناش اللي كيجي أكثر من رائع. نتمنىكم تجربوه. بالنسبة للمقادير عندنا 120 مليلتر ديال الزيت النباتي، 200 غرام ديال سكر حبيبات أو سنيدة، 240 مليلتر ديال الحليب، قبصة ملح، ملعقة صغيرة ديال الفاني، وسبع غرامات من خميرة الحلويات أو البيكنج باودر، وعندنا 48 غرام ديال بودرة الكاكاو بدون سكر، وعندنا 195 غرام من الدقيق الأبيض. نأخذ واحد الإناء اللي كنغربل فيه النواشف ديالنا، كنغربل الدقيق، غندير الكاكاو ديالنا، ضروري تغربلو، وغندير البيكنج باودر ديالنا أو خميرة الحلويات، وغندير الفاني، ضروري تغربلو. دابا غندير السوائل ديالنا، غندير الحليب، غندير الزيت ديالنا، وغناخذ قبصة ملح. غادي نخلط السوائل ديالنا، دابا غادي نزيد النواشف. وغادي نخلط. هذا هو الشكل ديال الخليط. بالنسبه للسكر حبيبات راه زدتو مع السوائل، نسيت ما قلتهاش لكم. هادو هما الليمون اللي غندير فيهم الخليط، ليمون ديال المول العجيب الصغار، ثم اي مول عندكم ديروا، ماشي ضروري ديروا هادو. انا دهنتهم بالزبده ودرت عليهم شويه بودره الكاكاو. كندير ملعقة ونصف تقريبا، كنقوم مستمر على هذه الطريقه حتى كنعمروا الليمون كاملين ديالنا. بعد ما درت الخليط في الليمون غندخل من الفران اللي يكون سخون على 170 درجه. هذا هو الشكل ديال الكيك ديالنا، شو كيفاش كيجي. بالنسبه لهذا الفراغ غادي نعمره بواحد القناش. بالنسبه للقناش اللي غنعمروا به الكيكات، عندنا 150 غرام ديال لاكريم فريش، وعندنا 150 غرام ديال شوكولا غيش او شوكولا ذات نوعيه جيده. نديروا القشده الطريه ديالنا تسخن. بعد ما غلات لينا القشده الطريه دابا غنزيدوا الشوكولا ديالنا، وغادي نخلط الخليط.
هذا هو لاكاناج ديالنا بعد ما وجد. دابا غنعمرو به الفراغات ديال الكيكات. هذا هو لاكاناج ديالنا بعد ما درتو في البوش. دابا غنعمر به هاد الفراغات. غنبقى مستمرين على هاد الطريقه حتى غنكملو الكاناج ديالنا. الا ما عندكمش بوش تقدروا ديروا غير بملعقه، ماشي ضروري بوش. هذا هو الشكل النهائي ديال الكيكات الفرديين ديالنا اللي عمرناهم بالكاناش وزينتهم بالفرومبواز. ثم التزيين على حسب كل واحد والذوق ديالو، كيجيو اكثر من رائعين.